وفيما يبدأ ضيوف الرحمن في التوافد على مشعر منى لقضاء يوم التروية، وثق فيديو أسرع تنظيف صحن المطاف بالحرم المكي واستمرار حجاج بيت الله الحرام بالطواف. هذا وأطلق المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة أداء عملية لقياس رضا ضيوف الرحمن عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم خلال موسم حج هذا العام. وتأتي عمليات القياس لتواكب جهود المملكة العربية السعودية التي تعمل عليها لخدمة ضيوف الرحمن، وهي 30 خدمة، وتسهيل إجراءات أدائهم لفريضة الحج.